انا اقول يا هادي، احنا من زمان واحنا قعدنا مع بعض كده قعدت خاله وبنته وابنه، ما في اي غراميات؟ بس بقى خل بقى، يعني ما اغتصبتش واحده من صحابك ولا مره كده؟ يا ولدي كده يا ولدي. طب نمت مع واحد صاحبك؟ ايه خالص بدون بقول لك ايه؟ ما تقوم تعمل مكالمه كده على ما اصور ورقه الدرس وحصلك. خلاص الصبح؟ لا دلوقتي يا خالي. الصبح والله خلاص. فكر في 200 مليون عشان خمسه. خلاص حاضر بجد. خلاص الصبح. زيرو واحد. خلاص خلاص زيرو واحد كده خلاص. بتسأل على الورق؟ ايوه الورق موجود، تعالى في اي وقت. مفيش اي وقت، قول لي عنوانك فين واجيلك فورا جزيلا. فرع البنك اللي في مول السعادة، هتسأل على الأستاذ سعيد. أنا كنت طلعانك عاملة لك شندويتش ليا بالمسقعة تستاهل حنكك. تعالى جوه. بس بقى خلاص بقى عشان خاطر الوقت بس يعني. ارجع ورا شوية خلاص. هاكل ده وأنا ماشي خلاص. كل. حاضر خلاص هاكل ده. بالهنا والشفا يا تتحت. ايه هادي انت مالك انت كابس ليه كده؟ الله. بالهنا والشفا يا تتحت. امسك الخوف امسك الخوف. دي ليه خروف على بعضها سربتها لك من ورا أمي. سربت ليه أمك من وراها؟ ايه هادي؟ انت ايه كارث ليه؟ الواد بس واقف ما ينفعش، الواد صغير. طب قول. حاضر حاجه قول يا حبيبي قول. حاضر حاجه حاجه وانا ماشي عشان خاطر افتكر ايه هادي هادي وبعدين الله. قول يا حبيبي. حاضر حاجه بس وانا ماشي عشان خاطر ابقى ايه عايش على الذكرى خلاص. امي بتقول لي ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. عادي ايه يعني زبيب؟ هاتي وشك. انا هضربها يا خالي ضربك كده. انا هضربها ضربه واحده. ايه يا هادي خلاص يا هادي خلاص هادي انت بتزقني برجلك يا هادي؟ والله ما سايب برجلي انا. امال ايه اللي بتزقني زي احزاز يا هادي؟ ايه خلاص؟ بس امسي يا تعريخ يا حتى يا ضوء يا ابني ده انت امسي يا وسخ خلاص بلغت. طب عفوا لي عاوزها لو المصحف والله بص مش هينفع والمصحف على خاطر عشان خاطر الواد معايا مش هينفع الواد مش ما بيعوزش على قهاوي خالص هجيلك مرة ثانية بإذن الله. يلا سلام. قمت بقى. وأنا ورايح وأنا وجاي الناس بتبقى عايزة تمسك فيا سايب لك حاجة كبيرة أوي حب الناس. أنا يمكن أسيب المنطقة دي خالص خالص هجيب حب الناس ده منين تاني. في يا خالي وقفت ليه؟ خلاص يا هادي. مالك؟ خلاص. مالك؟ السندوتش اللي عملته لي فل خلاص. ليه طمها مبهدله بطني خالص؟ انا لو سبت الغازات يا هادي اللي في بطني هطير في الفضاء. بص الحمام اهو يا خالي. خش انت الحمام وانا هروح على البنك اسال على الاستاذ سعيد ماشي؟ حاضر خلاص. ماشي يا خالي؟ خلاص اسال على الاستاذ سعيد خلاص. سندوتش ثم قاتل. اكيد حنظام. اكيد. الله يخلي بيت ليت امك يا فل.
فتح. خلاص بقى في المنص ده مفيش مخلوق فايت بالمنص. انت في انت في البنك؟ استنى بس فين؟ بس فين؟ قول له انت فين؟ قول له انت فين؟ قول انت فين يا خالي انت طيب؟ انا اللي فين؟ انت فين بالظبط يا خالي؟ انا في الدور الثاني بجوار بحيط الملابس للنينجا. عامل لي مفتح في واحد في الدور التاني خلصوا لي عليه بسرعة. ايه ده؟ لو انت مش من العصابة اهرب. عصابة؟ يبقى اللي كان بيجري ورايا ده كان هو واحد من العصابة اللي بيجري على القطر. اهرب. لما اهرب ايه ده؟ ايه الافلام دي؟ اهرب ازاي ده؟ الواد هادي ابن اختي جوه في قلب البنك جوه. هما جايين عشان يسرقوا البنك. يسرقوا البنك؟ يا خبر اسود. طب انا هعمل ايه دلوقتي يا صغير؟ الوضع عامل ايه حضرة الضابط؟ سيكيورتي السيكيورتي خلاص دلوقتي موجود فتح. مين معايا حضرتك؟ معاك عميد شرطة عصام السكران. سكران؟ يا عم يا مقصط يا ولان اديني حد جنبك فايق يا كلبي. خليك معايا يا تحت. يا سيدي انت خليك انت معايا بس وقول لي انا اعمل ايه دلوقتي في المشكلة اللي انا مظروف فيها دلوقتي دي؟ احنا بره المول ومش هنقدر نقتحم حفاظا على ارواح الرهائن اللي عندك. تحت دلوقتي انت الراجل بتاعنا. انت بتقوم بعمل عظيم. مصر بحواليها الطيبة ونيلها الخالد وسمعتها الحلوة قوي اللي بقالها 7000 يا عم خلاص هي مقطع نقطة كذب وإضراط علينا. ما احنا عارفين كل الحكاية وكل اسماء يطلعوا يقولوا احنا فرعنا و7000 سنة وانت بتضرطهم لي في قلب السماعة وما شفناش حاجة من الفراعنة دي غير اللعنة بتاعت الفراعنة. الله خلص وقول لي اعمل ايه. عايز انقذ نفسي. مفيش خطة يا تحت. مفيش خطة. طب اقفل حضرتك الله يسترك. اقفل اقفل يا عم اقفل اقفل اقفل. دي بلد وحياة المصحف الشريف في البلد دي ماشية ببركة ربنا مش حد تاني خالص. عاوز اشرب لاتيه. مفيش حد بيبيع لاتيه هنا؟ طبعا يا فندم طبعا. اتفضل. Thank you.
خلاص هفكك من دلوقتي. استنى مفزعه ناكره للذات. انت انقذت مصر. انقذت مصر؟ طب قول لمصر بقى انا عايز اتنقذ. وعايز ايه من مصر؟ انا مش عايز حاجه من مصر. انا عايز اعرف مصر عايزه ايه مني. عايز اعرف مصر عايزه ايه مني. خلاص بقى. تحب توجه رساله للساده المسؤولين؟ انا عايز اقول لسياده الرؤيه ان موضوع قناه بورسعيد لازم ترجع منطقه حره مستقره زي زمان، عشان عايز اجيب ترنجات وكرسي. ومصر مصر ام الدنيا لازم ترجع زي زمان ايام هضبة سلطان. اتوبيس اهو يا خالي. فين؟ يلا يا عم ده اطلع. الدنيا زي باريسه، يوم ملك وكتابه، يوم عليك قلابه. وقفونا ثلاثه بثلاثه. يا خالي هادي يا خالي. الله يخرب بيتك. وبيشهروا الهبل ده على اليوتيوب وعاملين عليها ابطال. ده انا بضرب نفسي بالجزمه يعني ما عرفتش فاره. يعني بقى تعدى ما تلفزناش بقى. ما خلاص بقى الموضوع خلص يا اخي خالي. فرحان بيك ومنفخك يا طبخ ايه ولا يا يوملس. خلاص بعدين انا ده الذوق مع الذوق ووسخ مع الوسخ. بحبك يا خالي. يلا يا هادي يلا يا هادي يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.